نعمل الشارع العام، حنتواصل معاكم بآراء مختلفة تماما من المواطنين عن غلاء الأسعار والغلاء الفاحش. يعني غلاء في الأسواق، وبعدين ذاته الأسعار ذاتها ما ثابتة، يعني بتمشي لزول بتلاقي سعر، بتمشي لزول تاني برضو بتلاقي سعر. يعني أنا أرجو من الجهة المعنية بإنه الناس تضبط السوق، الناس عليه لا قال. يعني أنا السعودي ما أقدر، يعني أنا بكون عندي في الحاجة، يعني أقل حاجة السعودي أبسط حاجة هو طبعا الوجبة السلطة دي ساي. في ناس والحمد لله رب العالمين، يعني اللي إرادة ربنا سبحان الله وتعالى ليلة، لكن شنو أغلب الناس؟ يعني السعودي الناس سلطة ما قادر تشتريها سلطة، ويقول لك سلطة بها 2000 وسلطة بها 1500، وخلاف بعد ده كله هو طبعا عندك اللحمة، ومع انه الحمد لله رب العالمين يعني الخير راقد في البلد، لكن الناس ما قادرة تطور، ما قادرة. يعني احنا والله العظيم يا استاذ، يعني مع احترامي لك الشديد، يعني واحد تلقاه نحن السودانيين ده الواحد فينا شفته كان خشة السوق ده اشترى له ربع بتاع لحمة، والله لو ما راضي يحتفل ويطفي شمعة. يعني حقيقة يعني الحمد لله رب العالمين، لكن انا ارجو عن الجهة المعنية انه الناس تظبط السوق كويس، والحمد لله وخيرنا والله العظيم مليان ولمام مدفئ، لكن للاسف الشديد نحن دايرة من الوطن ومن البلد ما مستفيدين منه في شيء. يعني احنا ابسط حاجه اهو، يعني واحد عينه للحاجه لكن ما يقدر يشتريها، ما يقدر، مع انه الحمد لله يعني الامور ظابطه اي شيء. هاي يلا انا رسالتي طبعا بوجهها من هنا للجهه المعنيه انه الناس تضبط الاسعار، مع انه يعني ما عندنا حاجه اصلا كده الحمد لله، يعني ما بنجيبها من برا، كله راقد، الزراعه البتاع اللي هنا يعني الخير راقد، يعني ما لدرجه انه الزول يعني الاسعار تطير بالشكل ده. نتمنى غايته انه الجهات الحكوميه تشوف حاجات دي وتتكلم فيها، فالمواطن تعبان شيء جدا جدا، عاوز انه حاجات ترخي عشان واحد يقدر يتناولها. اهلا بك. اهلا بك، الله يبارك فيك. نتعرف عليك. سيف الدين حسين بابكر، سكان العمارات هنا. بتتعامل كيف مع غلاء الاسعار والسوق الكل يوم ماشي زايد؟ والله الاسعار يعني زايده زياده شديده، هم بيقولوا في 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 نزول، لكن ما في نزول في الاسعار، الاسعار كلها عاليه، والمواطن ما بيقدر يستحمل الزيادات دي، ما بقدر يستحمل الزيادات دي. سنة سعيدة يا أستاذ، وادعو علينا إن شاء الله بالخير والبركة، والبلد رخية يا أخي. شنو البلد؟ قروش ما فيها، بس وقع لك قروش تقدير ما فيها، عشان كده الشغل واقف، بلد الشغل واقف، صار الخضار ده كله رخيص ما شاء الله. زعيان أسعاره كويسة، طماطم ب 500، الليمون بألف، الخيار بألف، كوزة بألف، الجزر فلفلية، حياة كلها رخيصة يعني. طيب انت بتقول الحاجات دي رخيصه، لكن في اسر حتى الطماطم اللي انت بتقول ب 500 دي ما بيقدروا يشتروها. يعني نتمشى مع اي زول، والله ما عندنا مشكله، ما عندهم نديهم. والله الاسعار دي لنا صعبه شديد، يعني حاجه اللي بناخذها ذاته مرات ولا بيجيب حق راس مال ذاته، راس مال ذاته بتخسر لنا من الغلاء الشديده. الدقيق بالذات، العيش بالذات غالي غالي شديد، خالص خالص الدقيق. اما الويكه والحاجات دي بس خليها ساكت، انا غلاء شديده خالص خالص. نتمنى انه حاجه شويه ترخص لنا عشان كمان نقدر ندي المواطنين ذاته. هسه البيع ده بقت تعبان لانه الحاجات غاليه، الناس بقت بتجينا ذاته. طيب يا امي، المصاريف اللي بتطلعيها في اليوم بتكفي لك مصاريفاتك حقه البيت؟ والله ما بكفي، والله ما بكفي، لكن والله زمان بنكفي، يكفي ولا بنقط منه، نوفر منه كان. هسه حاليا مرات ولا بتكفي حقه راس مالنا ذاته، مرات بتخسر من عدم البيع، وعدم البيع بسبب انه الناس ذاتهم تعبانه، ما قادرين ياخذوا زي أخذ الكام بياخذوا مننا زمان. احنا لنا كم سنه سنين في السوق ده، لكن هسه يختلف اختلاف شديد خالص خالص، البيع بقى متدني شديد. ان شاء الله ربنا يسهل عليك. شكرا. اهلا وسهلا عزيز حسين، احنا قاعدين نشوف سوق الدين ده والله، ولا الليله ولا امبارح من صغار لغايه ما حس كبرنا الحمد لله. حسن احنا يوم نقني فينا ده والله نملك ساي مطالبين وما عندنا اي حاجه، والزباين ذاتها ابتنا كل زي يقول لك سوق الدين ده غالي، سوق الدين ده غالي، سوق الدين ده غالي. طبعا الواحد بيشتري بالغالي، بتمشي بيع بالرخيص. والله بنعاني من السوق، نحن بنعاني معانا شديدة والله، والحمد لله على مراضي الله، ذرة فرق من يدي الله. نحن إن شاء الله يا رب العالمين. الأرباح اللي أنت بتطلعيها من الحاجات اللي بتبيعيها بتكفي لك التزامات البيت؟ والله ما بتكفي غير الديون، ما عندنا أي عيشة، لا سيدك كده بقوا بدينونا، والحمد لله يا بنتي. إن شاء الله ربنا يعينك ويسهل عليك إن شاء الله يا رب العالمين. أهلا بك. أهلا وسهلا. نتعرف عليك. السيدة محمد بشار. سيدة، غلاء الأسعار ده عامل معاكي كيف؟ صعب والله، حسي يوم ناكل يوم ما ناكل،
حتى لنا 3 يوم ما عملنا حلة في البيت من عدم القروش. ما في أي حاجة، ما في أي دخل الواحد يسوي، متعبانين البيت هو 10 أنفار ما يسوي حاجة. عشان كده الحمد لله عايشين هاي، بس دارين مساعدات من الناس تدين. بس إن شاء الله ربنا يعينك ويسهل عليك. دي كانت آراء مختلفة من السوق مع بياعين ومع مواطنين، اتعرفنا فيها على الأسعار من البياعين وعرفنا حال المواطنين وكيف إنهم ممكن يقضوا يومهم في ظل الغلاء الفاحش اللي احنا بنشوفه كل يوم.